عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. فيديو النهارده لثالثه ثانوي 2021، هو يعني عباره عن شويه نصائح مش بس هتفيدني انا شفت انها هتفيد ناس كتير، وخصوصا ان احنا معظمنا يعني دلوقتي في ثالثه ثانوي، فانت داخل اهو ثالثه ثانوي فبتسال اللي قبلك. هو اول حاجه والكلام المعتاد اللي احنا بنسمعه من الناس ومش عارف ايه، فاول نصيحه او اول حاجه هتريحنا طول السنه دي ان احنا نسيبنا من كلام الناس، يعني نسيبنا مثلا من كلمه والله انت في السنه دي لازم تقفلي على نفسك، لازم تقفلي نفسك، ما يكونش عندك صحاب، بلاش خروجات، هاتي الموبايل، ما فيش انترنت، ما فيش الحاجات دي كلها، والله معلوماتك حافظي عليها، مش عارف ايه، ذاكري اول باول. طبعا هو لازم اذاكر اول باول، بس انا بتكلم باللهجه العفويه ذات نفسها، اللي هو ايه، كاني يعني باختصار او بمجمل كل الكلام اللي انا هقوله، ان هو انت اقفل نفسك طول السنه دي عشان تجيب مجموع. وطبعا الكلام ده مش كويس خالص او مش صحيح خالص حتى، لان انت لو ما خدتش راحتك النفسيه مش هتعرف انك تبدع، او مش هتعرف اساسا انك تكمل السنه كلها على بعضها. تاني نصيحه او تاني خطوه احنا لازم نعملها، ان احنا ما نتعاملش مع زمايلنا على انهم مستعمرين دخلات. يعني احنا اساسا معظمنا والله مثلا زميل او ما الى ذلك، فهو جاي يسالك في معلومه ما، لا، هو انت المطلوب منك حضرتك انك تكتب معلوماتك او انك ما تتكلمش، او هكذا يقول البعض، او ده ما كانش بنسبه 99% يعني، ان هو انت خبي معلوماتك وما تقولش حاجه لحد، وخلي معلوماتك لنفسك وما تقولش لحد انت بتذاكر ازاي، وما تقولش مش عارف ايه، مع انه ما فيهاش حاجه. لو حد سالني على سؤال وجاوبت، طبعا ما بقولش انك تسرق تاريخ حياتك في المذاكره، لا طبعا دي حاجه مش صحيحه، ولكن على الاقل انك ما تكونش بتضلل حد. ولما حد يسالك عن معلومه ما، انت ليه تدخل عليه بيها طالما انت عارفها؟ يعني احنا المفروض ان احنا نتعامل معاها على انها سنه دراسيه، مش قلنا عاديه، لان هي طبعا بتحدد المصير، ولكن على الاقل ان احنا ما نقبلش لا نطاق بدرجه فظيعه، ان احنا يعني ما نشدش الحبل على الاخر لدرجه ان احنا اللي هنتخنق بيه قبل ما الشهور تتم، ولا ان احنا نرخيه على الاخر لان برده احنا اللي هنندم. ثالث حاجه واهم، اللي هو بلاش تنظيم الوقت الدقيق بالملي ده. يعني مثلا بلاش تقول ايه، ده انا والله هبدا مذاكره من الساعه 8، من الساعه 7، وهقوم اكل الساعه مش عارف 10، وهقوم اصلي الساعه 12 بالدقيقه، ومش عارف هعمل سنيكس او هروح هاكل سنيكس او هخرج او مش عارف ايه الساعه كذا بالدقيقه. لا، بلاش تنظيم الوقت الممل، بلاش اللي هو بالثانيه بالحرف ده، لان ده بيزهق، بيملل اساسا. يعني ما تتعاملش مع نفسك على انها قالت كمبيوتر، لا، حضرتك لازم تدي نفسك شويه روعه عشان انت تقدر تفيد نفسك اولا، وبعد كده تفيد اللي حواليك. ما ينفعش حاجه زي ما قلنا انك لو سالت سؤال جاوبت عليه. رابع حاجه، ان هو بلاش تدوش نفسك زياده، يعني بلاش تدوش نفسك بكتب كتير. ما تروحش تجيب مثلا في اللغه العربيه كتاب كذا وكذا وكذا، في الكيمياء كذا وكذا وكذا، يعني انت لسه في الاول. يفضل انك بلاش كتر الكتب، طبعا مش دليل على التفوق ولا حاجه. في الاول هات كتاب واحد للشرح، وبعد كده بقى على مدار كل السنه او على مدار طول السنه بايديك انك تجيب كتاب تاني، كتاب تالت للمراجعه يعني، ولكن مش في الاول خالص، مش بكتر والله رص الكتب، او مش بكتر عمود الكتب اللي احنا بنشوفه على المكاتب في معظم الجروبات على الفيسبوك، لا، هي مش بكترها خالص. الاول بتبتدي كتاب واحد للشرح، وفيما بعد طبعا بتبتدي انك تنظم نفسك على كتب المراجعه. خامس حاجه، درب نفسك ازاي تزود حصيلتك اللغويه في كل ماده. يعني درب نفسك مثلا ازاي تعرف كلمات اكثر في الانجليش، قواعد الجرامر، ما تختصرش بس باللي موجود في المنهج، لان دي الحاجه الوحيده اللي هتفيدك السنه دي، زي ما بيقال ان احنا نظام جديد، واكتر حاجه هتفيدنا هو كثره المعلومات. مفيش حاجه لو انا بقى عندي حصيله لغويه زياده، سواء مراجعه على اولى او ثانيه ثانوي او حاجات زياده، بحيث ان انا اقدر افيد نفسي، ومثلا ما ابقاش قاعد في الامتحان مرتبك، او ان انا حتى مش هقدر اخمن طريقه صياغ كلمه معينه سواء في اللغه الاجنبيه او في اللغه الفرنساوي، يعني اللغه الفرنسيه في قلب اللجنه، احس ان كلمه واحده هتوقفني بالطبع، لا. فانا وطبعا ما الى ذلك، عربي، فيزياء، كيمياء، خلاص كل المواد، درب نفسك ازاي تزود حصيلتك اللغويه فيها. طبعا انا مش عايز اتكلم في ده بالتوسع قوي وبالتفصيل عشان مده الفيديو ما تطولش، ولكن فيما بعد ان شاء الله هنبقى نعمل فيديو عن كل ماده، ازاي اقدر على النظام الجديد اني احسن نفسي في كل ماده، وان اجمع معلومات عنها باكبر قدر ممكن. سادس حاجه بقى، او سابع حاجه تقريبا السادسه، ان انت لازم تهيئ نفسك لعوامل المذاكره، وشوف انهي طريقه تريحك. يعني مثلا في ناس بتستريح جدا وهي قاعده على المذاكره، ان هي لازم يكون جنبها حاجه بتتاكل، حاجه بسيطه يعني، انا ما بقولش يعني مثلا نجيب حله محشي واحنا بنذاكر نفرش، لا، مش الفكره، ولكن حاجه بتسليك، اللي هو عوامل التهيئه النفسيه ليك. شوف انت ايه اللي بيريحك، ولازم طبعا تسيب فاصل وفاصل، يعني مثلا كل ساعه الا ربع ممكن تقوم الربع ساعه دي، او كل ساعه الا 10 ممكن تقوم ال 10 دقائق دول تفصل، سواء كنت هتاكل او تسمع موسيقى او هتدخل على التليفون تشوف مسج معينه او تخرج على طول، بحيث ان انت ما تكبتش نفسك حضرتك، اللي هو لا، سيب لنفسك براح كده زي ما بيقولوا، بحيث ان انت نفسيتك تكون مرتاحه.
سابع حاجة بقى، شوف انت هتتلقى المعلومة ازاي، يعني شوف انت هتذاكر ازاي، شوف انت هتاخد المعلومة من مين. لازم تختار طبعا او تدقق في اختيار المدرس اللي انت هتشتغل معاه، وكمان لازم تظبط مواعيد دروسك، ودي حاجة بغنى عن كلنا نعرفها، ولكن الأهم ان احنا نعرف المدرس اللي احنا بنستريح له، بناخد المعلومة منه بطريقة تريحنا وتفرحنا، وبطريقة كمان نستفيد منها ونفهمها، نبقى بنحب المدرس ونحب الطريقة اللي بيشرح فيها. طبعا في ناس بتشتغل مع مدرسين اتس اوكي، وفي ممكن يوتيوب او سناتر الطريقة اللي تريحك، يعني المهم ان انت تختار الطريقة اللي انت هتقدر تتلقى بيها المعلومة اللي تريحك، الطريقة اللي انت هتقدر تستفيد بيها وان هي تفيدك في الموضوع. طيب موضوع بقى، احنا ليه ناخد دروس على النظام الجديد وانا مش حابب اخد دروس ومش عارف ايه، برضه خليها في فيديو لوحدها عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. واللي عايز ياخد دروس له اسبابه، واللي مش عايز ياخد دروس له برضه اسبابه. فانت ما تحكمش مثلا حد يقولك والله انا هروح درس، مش لازم تجزم له ان لا ما يروحش، لا ما ينفعش، لا انت ما تعرفش ايه هيكله او ايه معدنه او ايه هي طريقه فهمه، انت مش هتقدر تحكم عليه. انت لازم تفهم كويس قوي ان انت كشخصيه مش مقتنع بالدرس، غيرك مقتنع بيه، وانت ليك اسبابك المنطقيه وغيرك برضو ليه اسبابك المنطقيه، فمش لازم تجزم يعني على حد وجهه نظرك المعينه وانك لازم تمشي بطريقتي عشان تعرف تعدي السنه دي، لان ده يعني ام سوري من قمه الغباء. تعمل حاجه او كده، اتعامل مع المذاكره على انها زي الصلاه. يعني ايه زي الصلاه؟ يعني فرض لازم تكون في وقتها، لازم يعني اخد معلومه اذاكر اول باول، ما تعاملش معاها على زي الدايت، اللي هو مثلا لو انا والله ده انا هبدا دايت من بكره، شفت اكله حلوه، شفت مش عارف ايه في التلاج، خلاص معلش لا بلاش بكره، خلي بعد بكره. لا، تعاملش مع المذاكره عامله كده، لانك اكتر واحد هتندم، يعني اكتر واحد هتلاقي فيما بعد ان الدنيا عليك بتطبق، هتحس نفسك يعني بدون مبالغه. طبعا تاسع حاجة او تقريبا، ما تضغطش على نفسك او ما تحبطش نفسك، يعني مثلا ما تقولش والله ما تعلقش فشلك على النظام الجديد، وتقولي اصل النظام الجديد ده ما حدش نافع فيه، لا هو حضرتك يعني في ايه؟ في ايه يعني صلي على النبي كده زي ما بيقولوا؟ مش كده، يعني مثلا انت مطالب انك تفتح كتبك وتعرف منهجك بيتكلم عن ايه؟ نظام الاسئله الجديد، والله احنا لسه هنشوف السلاح ونحل على الاسئله الجديده، وادينا عملنا اللي علينا والباقي بقى توفيق من عند ربنا، ربنا يكرمنا كلنا يا رب. بس اهم حاجه ان انا ما اعلقش شماعه اخطائي على حاجه معينه، او ان انا ما اعلقش خطئي على النظام الجديد واقول ده انا هفشل وده انا وده انا وده. عاشر حاجه واحنا قربنا نخلص، ان انا عارفه ان انا طولت عليكم، نو واي انك تحط نفسك في مقارنه مع حد، نو واي انك تشوف فلان الفلاني وتقول انا لازم ابقى زي ده، او لازم اجيب درجات زي ده، او لازم اجيب درجات اعلى من ده، نو واي. يعني بص، ما تشوفش حد قدامك في السنه دي، مش معنى كده ان بقول لك اعزل نفسك، ولكن مطلوب منك انك تعرف تهيئ لنفسك جو حصن حصين تكون انت فيه لوحدك، حاطط نفسك فيه لوحدك، ما تحطش مع نفسك او ما تسمحش لحد سواء انت او عامل خارجي انه يحط لك فلان الفلاني قدامك كهدف او قدامك كمنافسه، لان بصراحه في ثالثه ثانوي الحاجه دي تاثيرها بالسلب مع ضغط المذاكره مع عدد الساعات مع 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 مع، انت بتحس ان الحاجه دي بتقلب معاك سلبي خالص، حتى لو كانت مثلا فيما قبل ايه؟ قبل كده يعني قبل ذلك، انها بتزودك وبتشحنك اكتر وتخليك تذاكر اكتر ومش عارف ايه، في سنه ثالثه مع ضغط المذاكره مع انك خايف وسنه تحديد المصير ومش عارف ايه، لا خالص ما بتحددلكش حاجه، بالعكس بتخوفك. 11 حاجه بقى او 11 عفوا، ابعد عن المحبطين، ابعد عن كلام الناس الانشاء اللي هو والله ده انت بص احنا عمالين نذاكر وما عملناش حاجه، عمالين نذاكر وما استفدناش حاجه، لا ابعد عنهم، وده طبعا طبيعي. واي حد كمان، يعني مش شرط كلام في المذاكره، اي حد كلامه بيحبطك سواء في المذاكره او غير المذاكره ابعد عنه، بص حط كله على الرف، السنه دي سنه ان هو اللي مش عاجبك حطه على الرف. طبعا انا مش بشجع كده على الخصام، ولكن معلش شخص ما هيضايقك او كلمته مثلا بتخليك تتنطط او بتخليك مثلا محبط او مش عارف ايه لمده اسبوع مش عارف ايه، حطه على الرف السنه دي ويبقى كل علاقتك بيه السلام عليكم وعليكم السلام. وفيما بعد لو عايز ترجع علاقتك بيه ترجع تتضايق تاني، فطبعا انت حر. اخر حاجه واللي انا ما حبيتش اخليها من ضمن الخطوات، ولكن هي حاجه اساسيه لازم تكون معاك على مر السنين علشان تضمن لنفسك التوفيق، مش بس في ثالثه سنه، وهو في كل سنين عمرنا عشان يلحقنا التوفيق من ربنا، واللي هو لازم تقرب من ربنا، صلاه، صيام، ذكر، اي حاجه ممكن تقرب من ربنا، قراءه قران، طبعا الحاجات دي كلها انت لازم تهتم بيها ولازم تعملها خلاص، عشان هي هتنفعك دنيا واخره، وكمان يعني هتخليك حاسس براحه نفسيه رهيبه، لان انت زي ما قلنا لو انت جربت فعلا طريقه الخشوع في الصلاه او حلاوه انك تخشع في الصلاه او تقرا القران بتدبره تمام، انت هتستريح كل الضغط اللي عليك ومجرد المذاكره هتحسه بيروح منك. على فكره مش معنى كده مثلا ان انا قلت ما عفوا يعني انا قلت تنظيم الوقت الدقيق بلاش منه، مش معنى كده بقول ما تنظمش الوقت، لا طبعا انت تنظم الوقت، ولكن بقول مش الدقيق، يعني مش ان هو اذاكر بالدقيقه واقوم بالدقيقه واعمل بالدقيقه، بلاش ده.
بس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.